هندخل في موضوع الايه، ما هي اركان صلاه الجنازه؟ هم اربعه او خمسه، هنشوف الاربعه ازاي والخمس ازاي. اولها النيه، النيه بان يقصد الصلاه على هذا الميت. طيب ننوي ايه؟ فرض كفايه ولا فرض عين ولا 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 جلا؟ مش موضوع حكايه النيه دي، مش مشكله، بس المهم انك انت تنوي الصلاه على الميت بغض النظر عن كونها ايه، كفايه او ايه، او صلاه يعني فرض عين. كما لا يلزم اعتقاد انها المصلى عليها ذكر او ايه او انثى، برضه مش مشكله. يا ترى بتصلي على واحد امراه ولا بتصلي على رجل؟ برضه مش مشكله. طيب، ولا اعتقاد انها ذكر فتبين انها انثى، مفيش مشكله. ولا عكسه، صليت على انه انثى واذا اتضح انها ذكر، مفيش مشكله برضه. اذا المقصود بالدعاء هذا الميت ايا كان ذكر ولا ايه ولا انثى. نعم، لا، النيه في مذهب مالك مشايخ دائما في كل الاحوال بالقلب. لا، كل نيه بالايه، بالقلب. ودا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيس على هذه الميتة أو هذا الإيه؟ الميت. ده موضوع النية سهل عندنا، صلى على الميت وخلاص. طيب، الركن الثاني أن يكبر أربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة. كل تكبيرة نزلت ايه؟ ركعة. فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على اخرى فلا يشركها معها. احنا عندنا الان حضرتك لما تلقى جماعة تصلي وحصلتهم حتى في التشهد الاخير تدخل معهم؟ لا، في موضوع الجنازة لا. حضرتك ان تركوها اقم عليها جنازة اخرى لوحدك او حد معك. لا، شالوها خلاص. طيب، وحجاجه جنازه جديده، حطيتها تاني وصلى عليهم كلهم مره تانية؟ لا، تكرار الصلاه ممنوع. ان كل ما في الامر اذا كانت خلصت انت الاربع تكبيرات ترفع دي ودي واحده تانية وتصلي عليها. لا، هو جاب الثانيه وصلى على كل جماعه. لا لا، ما تكره تكرار الصلاه، تكره تكرار الصلاه. اهو شوف الشيخ هو بيقول لك ايه. فلو جيء بجنازة بعد ان كبر على الاخرى فلا يشركها معها، فلا يشركها ايه؟ معها. وان زاد الامام عمدا او تأويلا او سهوا لم ينتظر. يعني ايه؟ بعض في احاديث ورده على ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الناس خمس تكبيرات. افرض صاحبنا من الناس المتشددين وقال انا قريت الحديث ان النبي كبر خمسه، هل على الناس كلهم لازم ينتظروا التكبيره الخامسه؟ لا، من حقهم بعد التكبير الرابعه يقول سلام عليكم يسيبوه. اي اهو شوف يا سيدي. وان زاد الامام حمدا او تاويلا أو سهوا لم ينتظر بل يسلمون وصحت لهم، وصحت إيه لهم، وصلاته أيضا الخمسة برضو صحيح. أحمد أبو أقدع بحديث صحيح، صلاته صحيحة برضو، لأن التكبير ليس كالركعة في كل الوجوه. نعم، ما فيش مشكلة، لا بأس، لكن لهم الحق أنهم إيه، أنهم يسلموا.
ولذلك الشيخ بيقولها فإن انتظر صحت فيما يظهر، فإن نقص سبح له، كبر ثلاث تكبيرات وسلم سبحان الله سبحان الله، فإن رجع وكمل نعم، لا ما رجعش وكمل هم يكملوا لإيه التكبير الرابعة ويسلموا. وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم، بل قيل تبطل صلاتهم لبطلانها على الإيه على الإمام، لأن الإمام ما كملش الصلاة ثلاث تكبيرات وسلم ومشي، صلاته بطلة، ما دام بطل صلاة الإمام بطل صلاة الإيه. لكن هذا الرأي ضعيف، هذا الرأي إيه ضعيف، إنما الصحيح أنهم هم يكملوا الأربع تكبيرات وإيه ويسلموا. نعم. وثالثها ثالث الأركان الدعاء من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة، أقله اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وما في معناه وما في إيه معنى وما في معنى طيب عندنا إحنا الدعاء يختلف عن دعاء الصلاة اللي إحنا بنصليها الآن. إحنا الآن كلنا تقريبا ماشيين على مذهب الإمام الشافعي. إيه مذهب الإمام الشافعي؟ الفاتحة في الركعة التكبيرة الأولى، والصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية، والدعاء للميت في التكبيرة الثالثة، والرابعة دي لك أن تدعو لك أن لا تدعو. احنا عندنا سيدي الاربع تكبيرات بالدعاء، لا قراءة فتحة ولا صلاة عليه على رسول الله. شوف كده اهو اهو الشيخ بيقول اهو، واحسنه دعاء ابي هريرة رضي الله عنه، كان يصلي ابو هريرة بهذا الدعاء، بيقول ايه بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إيه إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الأربع تكبيرات الأربع تكبيرات أيوه طيب يقول في المرأة اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، إن كانت مسلمة تجاوز عن سيئاتها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، زي ما كنا إيه ندعو للإيه للرجل اعتماد على التأنيس. أما الطفل الذكر يقول في إيه مشايخ، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وزخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. ده المين ده؟ للطفل الصغير قبل البلوغ، الطفل الصغير قبل البلوغ تدعو له بإيه بهذا الدعاء، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت أحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وزخرا وفرطا وأجرا،
وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من إيه من أهله وعافه من فتنة الإيه القبر وعذاب جهنم. طيب وغلب المذكر على المؤنث في التثنية إذا كان اثنين أموات هتصلي على اثنين تغلب الايه التذكير على الايه على التأذكر. اللهم إنهما عبداك وابنا عبداك وابنا أمتاك كانا يشهدان أن لا إله إلا أنت وأن محمد طيب امرأة ورجل برضو نغلب الذكر على ايه الأنثى. اللهم إنهما عبداك وابنا عبداك وابنا أمتاك. نعم طيب إذا كانوا ثلاثة كانوا أربعة كانوا خمسة صيغة الجمع بالتذكير. اللهم إنهما عبيدك وأبناء إيه عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدوا أن لا وهكذا. طيب ودعا وجوبا بعد الرابعة للمختار. عندنا يا ترى بعد التكير الرابع فيه دعاء أو ما فيش دعاء؟ جمهور أهل العلم على عدم الإيه الدعاء بعد التكبير الرابع فيها تسليم على طول، لكن الشيخ خليل بيقول المختار الدعاء. احنا بندعو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا إيه بعده. نعم طيب وخير ابن أبي زيد. خير مين؟ يا سلام ابن أبي زيد آية من آيات الله من شيخ ابن أبي زيد القيرواني آية من آيات الله. هذا الرجل عجيب 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 كتب رسالة الرسالة اللي احنا الدنيا كلها مشغولة بها وكان عنده 17 عاما حينما أرسلها إلى الشرق كان يشترونها بملء وزنها ذهبا. يا سلام وبعدين كنا في رحلة في كندا وتلم علي المغاربة هناك. طبعا كلمة مغاربة تشمل ايه توانسة والليبيين والجزائريين وكلهم يعني كلمة مغاربة دي هناك. قالوا احنا عاوزين تقرأ لنا رسالة ابن أبي زيد. قلت لهم والله يا جماعة احنا جايين المدة 4 أيام بس هتقرأ لكم امتى؟ قال لا تفك شوف لنا طريقة اللي تقرأ لنا رسالة ابن أبي زيد. يا شاه العالم القدير ينتهي المؤتمر في 3 أيام يبقى لنا ايه بقى يوم رابع. قلت لهم طيب خلاص من حظكم اهو نبدأ في ابن أبي زيد من الساعة 9 صباحا الساعة 12 بالليل كنا خلصنا الرسالة كلها. الساعة 9 صباحا لغاية ايه الساعة 12 بالليل كنا خلصنا ايه قراءة الايه رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها. وتغدينا برضو مع يعني برضو مع الغداء تغدينا وقت لما جاء وقت الغداء لأن هم كان لهم يعني رغبة شديدة كأن المولى تبارك وتعالى بسط لنا في الوقت. يعني هو الوقت مش وقت هو اللي ربنا يعني فرضه علينا له أن يمدهم وله أن يختصرهم. بس احنا ما وصلناش للدرجة دي يعني. لكن نقول تعرف الرجل السلطان كان سلطين زمان يفتخر ويعتز يعتز بالعلماء
فجاء عنده سلطان أحد السلاطين فعاوز يناقش الشيخ العالم اللي جاءه عشان يحضر المأدبة. قال لي يا مولانا أنت والله أنا متعجب، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج أخذ من بيته وذهب إلى القدس وصلى هناك بالناس وخطبهم وطلع السماء فوق السماء السابعة وفرض عليه ربه الصلوات الخمس اللي كانوا الخمس ثم وعاده، ولا زال مكانه اللي كان نايم فيه لا زال فيه حرارة الدفء. الكلام ده معقول؟ الكلام ده معقول؟ الشيخ رجل صالح جدا، قال له ايه عدم العقل فيه؟ وسقطت الليمونة من يد السلطان على الأرض، هو حب يتناولها ليمونة غاب عن وعيه لحظة، ثم بعد ما جاب الليمونة صح 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 قال له ايه رأيك الكلام اللي انت قلته؟ هل تصدق ان رسول الله خرج الى السماء السابعة ومر على بيت المقدس ولا زال مكانه ساخنا؟ قال نعم صدق به. قال لأ إن لم تصدق به هفتش أنا الموضوع، هقول الحقيقة. أن إيه الحقيقة؟ المولى تبارك وتعالى حينما صاحبنا غاب عن وعيه وجد نفسه في جزيرة وسط البحار لا يسكنها إلا الجن، وظهر في هذه الجزيرة بشكل امرأة جميلة، فأخذ إلى السلطان كهدية من الحرس على الجزيرة. إلى مين؟ إلى السلطان. تزوج هذه المرأة الجميلة، أنجب منها الولد الأول والثاني والثالث والرابع، ثم إيه؟ انتبه لحظة قال له إيه رأيك تصدق على رسول الله خرج وعاد إلى منامه وهو لا زال الحرارة بتاعه؟ قال نعم أصدق بهذا أصدق. لأن الوقت من الذي يعني سخره للناس يا مشايخ؟ ولذلك شوف حضرتك شوف الحديث والروايات تقول إيه؟ ما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام بمسيرتنا احنا، وعرض السماء نفسها كم؟ مسيرة 500 عام بإيه؟ مسيرتنا احنا، وهكذا بين حتى السماوات السبع. سيدنا جبريل يصعد إلى السماء وينزل في لحظات أنت لا تستطيع أن تحصيها أبدا. يعني لما نزلت في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر، ما فيهاش غير أولو الضرر، نزلت الآية من إيه؟ من غير إيه؟ كلمة إيه؟ غير أولو الضرر، لا يستوي القاعدون المؤمنين، وكملت الآية. فكان مين موجود؟ ابن أبي مكتوم. يا رسول الله أنا راجل كفيف، وإزاي أنا يعني لا أساوي من الناس المبصرين؟ النبي ما فيش، غاب عن وعيه. ثم نزل جبريل بإيه؟ بغير أولي الضرر، لا يستوي إيه؟ القاعدون من غير إيه؟ غير أولي الضرر. إيه ده؟ لحظة لحظة، بينما كما قلت أنا الأخبار كلها تقول أن ما بين السماء للسماء دي مسيرة 500 عام، والسماء الثانية 500 عام، بينما سيدنا جبريل إيه؟ في من الذي خلق هذا؟ المولى تبارك وتعالى. فما تستكترش ما تستكترش. طيب ايه الحكم ان والى الرجل الامام التكبير على الميت؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما الحكم اذا والى التكبير من غير دعاء بين تكبيرة أخرى؟
ما الحكم؟ طيب، أو سلم بعد ثلاث تكبيرات عمدا أو نسيانا وطال، أعاد الصلاة في الحالين لفقد ركنها وهو الدعاء بين الركعات بين التكبيرات، ولفقد ركن الرابع وهو التكبيرة الايه الرابع، ده الحكم. طيب، وان دفن، احنا ما خدناش بالنا من الحكم، الامام كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، خلاص واروا الراجل بتاعكم دفنوه خلاص اسلا ودفننا، نعمل ايه؟ لما جانا الشيخ من المشايخ قال ايه اللي عملتوه ده؟ ده انا يا دوب شفتكم بتكبروا خلاص، فين الدعاء؟ اللي عملته ده غلط، نعمل ايه؟ ايوه، نروح عند القبر ونعيد الايه الصلاه بتكبيراتها وايه ودعائها. طيب، فلو قال أعاد ما لم تدفن لا طابق الإيماء به الفتوى، يعني كون في رأي بأنها بعدم الإعادة، لكن القول بالإعادة هو الإيه هو الأصوب هو الإيه الراجح، يعني إن كان قلت الشيخ بل وهو رجح أيضا. ورابعها تسليمة خفيفة، ركن الرابع، تسليمة خفيفة يسرها ندبا، وسمع الإمام ندبا من يليه، المأمومين كلهم إيه السلام السلام، الإمام يقول الله أكبر، حس الناس اللي حواليه بس اللي من إيه يسمع، وغيرهم يقتدي بهم. طيب، وصبر المسبوق وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأموم من التكبير واشتغلوا بالدعاء. إيه الحكاية دي؟ على غير إحنا معرفين في الصلاة العادية، الله أكبر تكبيرة الإحرام من الإمام، أنا جيت وهما بيقروا الفاتحة، ما كبرش أنتظر لغاية ما إيه يتأتي التكبيرة الإيه الثانية، حينما يكبر الإمام التكبيرة الثانية أكبر إيه معه، أبدأ صلاتي على الجنازة بعد التكبيرة الإيه مع التكبيرة الإيه الثانية مع التكبيرة الإيه الثانية. طيب، افرض كبر، قال فإن كبر صحت لكن لا يعتد بها، إن كبر أثناء قراءة الفتحة صحيح صلاة صحيح، لكن إيه لا يعتد بها، لازم يأتي بإيه لازم يأتي بالتكبيرة الرابعة. نعم. طيب، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم، ودعا بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة. إيه الحكاية دي؟ افرض أننا حصلت الجنازة في التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة، أعمل إيه بعد ما يسلم الإمام؟ شوف يا سيدي، إن ظلت الجنازة موجودة علي أن أكبر وأدعو ما نقصني، إذا كنت حصلت في التكبيرة الثانية أكبر التكبيرة الأولى وأدعو، إذا ظلت الإيه الجنازة حصلت التكبيرة الثالثة، إذا فاتتني تكبيرتين أكبر الأولى وأدعو وأكبر الثانية وإيه وأدعو. لا، ده شالوا الجنازة على طول بعد مسلم الإمام، شالوا الجنازة على طول، أكبرهم وراء بعض خلاص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع السلامة. يبقى عرفنا ما حكم من جاء متأخرا للمشايخ، قلنا ينتظر إيه تكبير الإمام،
فإذا كبر كبر معه ثم يأتي بالتكبيرات التي فاتته، إن ظلت الجنازة يكبر ويدعو، لا الجنازة مشيت يبقى إيه يوالي بين الإيه بين التكبير، يوالي بين التكبير.